أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم Reasoning and Logical Thinking، القيام بالتحليل والبناء المنطقي. ونستمر معكم مع Verbal Reasoning، ولكن سوف نقوم بالتعامل مع نمط مختلف من التعبير وهو Cause and Effect. بمعنى سوف نقوم بطرح Two Statements، حالتين معينتين، وعلينا القيام بتحديد العلاقة بينهما. فمن الممكن أن تكون الأولى هي Cause، السبب، والثانية هي النتيجة، Effect، أو العكس، الجملة الثانية هي السبب والجملة الأولى هي النتيجة، أو أن تكون نتائج لسبب معين أو نتائج لأسباب مختلفة أو بحد ذاتهما أسباب مستقلة. لنبدأ مثلا بالسؤال الأول، فلدينا هاتين حالتين. الحالة الأولى: All the colleges in the city had to keep closed for 3 days a week، أي جميع الكليات في المدينة يجب أن تكون مغلقة ل3 أيام في الأسبوع. والحالة الثانية: Many students have left the local college، أي الكثير من الطلبة قاموا بمغادرة الكليات المحلية. فهنا في بعض الأمر قد يتبادر إلى الذهن أن هاتين حالتين مرتبطتين، وذلك لأن كل منهما يتحدث عن الكليات. ولكن في واقع الأمر، في الحالة الأولى نتحدث هنا عن كامل الكليات في المدينة، كيف علينا القيام بإغلاقها 3 أيام في الأسبوع، فهذه نتيجة غير معلم سببها. أما في الحالة الثانية فهي تتحدث عن الطلبة، كيف أن الكثير منهم وليس كلهم قام بمغادرة الكليات المحلية. فلا نتحدث هنا عن كامل الكليات، وإنما عن بعض الكليات. إذن هي أيضا نتيجة لا نعلم سببها، لا نعلم السبب وراء ترك هؤلاء الطلاب لهذه الكليات. إذن كل من هذه statements هي نتيجة غير معلم سببها، وهي مستقلة في حد ذاتها. فالأولى تتحدث عن واقع الكليات في المدينة، بينما الجملة الثانية تتحدث عن الطلاب ضمن الكليات المحلية. إذن الجواب هو الحالة الثالثة: Both the statements are effects of independent causes، أي كلا الحالتين هي نتائج لأسباب مستقلة. السؤال الثاني: لدينا هاتين حالتين. The number of employed youth rose tremendously this year as compared to the previous year، أي الرقم أو عدد الشباب الغير موظفين ازداد بشكل كبير مقارنة مع السنة السابقة. الحالة الثانية: A large number of candidates applied for the post of a manager in a bank against an advertisement of the job in a newspaper، أي هناك الكثير من المرشحين أو من الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلب لوظيفة معينة كمدير لبنك، وذلك في إعلان في الجريدة. فنرى هنا كيف هناك علاقة بين هاتين الجملتين. فالسبب وراء تقديم الكثير من هؤلاء الناس لهذه الوظيفة كان ذلك بسبب ارتفاع معدل البطالة. فالحالة الأولى هي الكوز، السبب، والنتيجة تقديم الكثير من الناس لطلبات التوظيف لوظيفة معينة. إذا الحالة الأولى هي الكوز، السبب، والحالة الثانية هي الإفكت، النتيجة. والجواب هو الخيار الثاني. السؤال التالي: لدينا هنا الحالة الأولى: The literacy rate in the city is increasing for the last 3 years، أي معدل معرفة القراءة والكتابة في المدينة ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية. الحالة الثانية: The city administration has conducted extensive literacy programs to educate the illiterate people of the city، أي الإدارة الخاصة بالمدينة قامت بتسخير وتكريس برامج مخصصة ومكثفة في تعليم القراءة والكتابة للأميين. إذن نرى هنا كيف الحالة الثانية هي السبب، فبفضل هذه الجهود ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة. إذا الحالة الأولى هي الكوز، السبب، والحالة الثانية هي النتيجة، effect، بهذا الشكل. السؤال التالي: لدينا هنا الحالة الأولى: The government has imported large quantities of rice as per trade contract with other countries، أي قامت الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الرز كعلاقة تجارية مع البلدان المختلفة. أما الحالة الثانية: The prices of rice reduced sharply in the domestic market in recent months، أي أسعار الرز انخفضت في السوق المحلية خلال الأشهر الماضية. فنرى هنا كيف أن الحالة الأولى هي السبب، بسبب الاستيراد للأرز انخفض سعره. إذا الحالة الأولى هي الكوز، والحالة الثانية هي الإفكت، بهذا الشكل. السؤال التالي: The private colleges have increased the course fees in the current year by 60% to meet the expenses، أي الكليات الخاصة قامت برفع
رسوم الاشتراك بمعدل 60%، وذلك لتغطية النفقات. بينما الحالة الثانية، the government colleges have not increased the course fees in spite of increased expenses، أي أن الكليات المحلية لم تقم برفع رسوم التسجيل على الرغم من ارتفاع نسبة النفقات. فنرى هنا كيف أن الحالة الأولى تتحدث عن الكليات الخاصة، والحالة الثانية تتحدث عن الكليات الحكومية، وكل منها مستقل في قراراته. إذا هما في واقع الأمر أسباب مستقلة. السؤال التالي، الحالة الأولى there is a possibility of snowfall in the next week، أي معنى أن هناك احتمال لتساقط الثلوج في الأسبوع القادم. الحالة الثانية، the handloom industries have increased their production by 40%، أي النول وهو الذي يستخدم في الحياكة، حياكة الصوف، أن صناعة هذه المنتجات ازدادت بنسبة 40%. فنرى هنا كيف هناك علاقة، فارتفاع نسبة الإنتاج عائد على احتمالية تساقط الثلوج في الأسبوع القادم. إذا الحالة الأولى هي الكوز السبب، والحالة الثانية هي النتيجة effect، والجواب هو الخيار الثاني لهذا الشيء. السؤال التالي، توم was not granted a visa to the UK، أي أنه لم يتم منح توم فيزا لزيارة إنجلترا. بينما الحالة الثانية، توم's flight to Manchester was delayed by at least 10 hours، أي أن الرحلة الخاصة بتوم إلى مانشستر تم تأخيرها 10 ساعات. نرى هنا كيف أن كل من هذه الحالات هي effect، هي نتيجة، ولكن غير مرتبطة ببعضها. فعدم منح توم الفيزا هو نتيجة لأسباب معينة لا نعلمها، وتأخير الرحلة الخاصة بتوم إلى مانشستر أيضا هي نتيجة لسبب لا نعلمه. إذن هما فعليا effects of independent causes، والجواب هو الخيار الثالث لهذا الشكل. السؤال التالي، Salman's movie has grossed the 300 crores mark at the box office، أي أن معدل أعتقد شراء التذاكر الخاص بسلمونز موفي تجاوز 300 تذكرة في شباك التذاكر. بينما الحالة الثانية، his movie is nominated for the Oscar، أي أنه تم ترشيح الفيلم الخاص به إلى جائزة الأوسكار. فنرى هنا كيف أن السبب لكلا هاتين الحالتين هو جودة الفيلم الخاص بسلمان، فهما نتائج نفس السبب. وهذه الحالة الأخيرة. السؤال التالي، رام hasn't paid the rent، أي أن رام لم يقم بدفع الإيجار. والحالة الثانية، he hasn't arrived yet، لم يصل بعد. فهذه نتائج أيضا مستقلة في حد ذاتها، فهناك الكثير من الأسباب وراء عدم دفع رام للإيجار، وهناك الكثير من الأسباب وراء عدم وصوله بعد. إذا هما في واقع الأمر effects of independent causes، والذي يعبر عن الخيار الثالث. السؤال التالي، لدينا هنا the state government has increased the duty of mid-sized cars، أي تم رفع رسوم الجمركة للسيارات متوسطة الحجم من قبل الحكومة. وأيضا الحالة الثانية، last year the state government had hiked taxes for all industrial activities. فهنا كلا الجملتين تتحدثان عن نفس الموضوع، ولكن كل منهما مستقل في حد ذاته. فالجملة الثانية مثلا تتحدث عن رفع الضرائب، وهذه حالة تعتمد على قوانين معينة ومعطيات محددة، وهي سبب في حد ذاته. بينما الحالة الأولى فهي أيضا سبب مثلا مرتبط بمعطيات مختلفة نسبة إلى العرض والطلب وإلى الإنتاجية الخاصة بهذا النوع من السيارات. إذا كل منهما يعبر عن أسباب مستقلة independent causes بهذا الشكل. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. أخذنا فكرة عن هذا النمط من التحليل، وربط بين الحالات وتحليلها نسبة إلى المعطيات الخاصة بها. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.